أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن الإرهاب يضرب في العراق من جديد، وهزيمة أمريكا لن تمر من دون عقاب. المدنيون أبرز ضحايا، والاتهامات تطاول أطرافا في العمليات السياسية. المالكي حذر من تسييس العمليات الأمنية ودعا إلى إبعاد أجهزة الشرطة عن الخلافات الداخلية. فمن يحرك الإرهاب في العراق؟ وما حقيقة الاتهام لبعض الدول العربية؟ وما تداعيات قضية الهاشمي؟ ولماذا يرفض التسليم بالقضاء في بغداد؟ إذن العراق بين الإرهاب وتسييس الأمن. في خطابه بمناسبة العيد التسعين لتأسيس الشرطة العراقية، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من خطورة تسييس العملية الأمنية في البلاد، وطالب بإبعاد جهاز الشرطة عن التباينات السياسية، مشددا على الاحتكام إلى الدستور في القضايا الخلافية. كلام المالكي جاء بالتزامن مع تصاعد التفجيرات الإرهابية بعد أقل من شهر عن انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من البلاد، في مؤشر على ما يبدو لمتورطين زرعتهم أجهزة مخابراتها منذ احتلال العراق في العام 2003 من جهة، وارتباط آخرين بجهات خارجية لا تريد للعملية السياسية في العراق أن تأخذ مجراها الطبيعي وتسعى لمنع العراق من استعادة دوره التاريخي كجزء من محور الممانعة في المنطقة وإبقائه في دائرة التبعية للمعسكر الغربي، في إشارة إلى بعض الدول العربية في الخليج الفارسي. في هذا الوقت لا تزال قضية اتهام القضاء العراقي لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالتورط مع 14 من أعضاء مكتبه وفريق حمايته في تفجيرات إرهابية استهدفت البرلمان ومراكز مدنية ورسمية، لا تزال تلقي بظلالها على العملية السياسية في العراق. وقد طلب مجلس القضاء الأعلى من سلطات إقليم كردستان منع الهاشمي من السفر وتنفيذ مذكرة اعتقاله تمهيدا لتسليمه للسلطات القضائية في بغداد، وإذا لم تفعل ولم يسلم نفسه فسيتم بموجب القانون الحجز على أملاكه المنقولة وغير المنقولة، ويتم إصدار حكم غيابي بحقه بعد 30 يوما بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية. فهل يتم التوصل إلى حلول قبل استفحال الأمور؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ورحب بضيوف هذه الحلقة من بغداد السيد سعد المطالب عضو ائتلاف دولة القانون، من لندن الدكتور طالب السراف أكاديمي وباحث عراقي، ومن بيروت السيد حسين أشلوش إعلامي ومحلل سياسي. أبدأ معك سيد المطالب، أرحب بك بداية في هذه الحلقة، وأبدأ من كلام رئيس الوزراء السيد المالكي في خطابه أمس، حذر من خطورة تسييس العملية الأمنية. هذا الكلام جاء بعد التفجيرات الإرهابية التي حصلت والتي قيل بأنها رسالة ملغومة لحكومة السيد المالكي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الوضع السياسي في العراق مرتبط ارتباطا وثيقا الظاهر بالملف الأمني، والمشكلة أن المشاركين بالعملية السياسية ومن استلموا مناصب قيادية لم يكتفوا بما حصلوا عليه من خلال العملية الديمقراطية، وإنما بدأوا بزعزعة الأمن في البلاد والضغط والابتزاز، ومرحلة الابتزاز الأمني بدأوها بأوسع أوجهها. يريدون أن يوصلون رسالة، أما أن تنفذوا مطالبنا والمطالب ممكن أن نتحدث بها وهي طويلة، نعم، وتتضمن أبرز هذه المطالب سيد مطالب عذرا عن المقاطعة، أبرز قلت جملة جد مهمة، هذه التفجيرات تحمل رسائل سياسية وأمنية، إذا أردنا أن نتحدث عن الرسائل السياسية، ما المطلوب اليوم من حكومة السيد المالكي؟ أي تنازلات يجب أن يقدمها لهؤلاء؟ المشكلة أنه لا يمكن تقديم هذه التنازلات. نتحدث عن الدم العراقي، نتحدث عن تاريخ طويل 35 سنة استباحوا الدم العراقي واستباحوا علماء العراق
وشردوا علماء الدين واستباحوا أهل آل البيت يعني عملوا الكثير من الجرائم، ويريدون من خلال هذا الضغط وهذا الابتزاز السياسي الأمني إلى عادة عقارب الساعة إلى الوراء. وهذا لا يمكن تبريره لدماء الشهداء، لا يمكن تبريره لذوي الشهداء وللفواجع والمقابر الجماعية التي ملأت البلاد والضحايا الأنفال في شمالنا الحبيب. كل هذه الأمور لا يمكن العودة بالزمن إلى السابق وإعادة حزب البعث وكوارث حزب البعث إلى الساحة السياسية العراقية. ما يطالبون به يعني هو خارج المعقول السياسي وخارج الدستور وخارج ما يمكن أن نتوافق عليه. يمكن أن نتوافق على إشراكهم في العملية السياسية، ولكن أن نسلمهم زمام الأمور كي يعودوا بنا إلى الوراء هذا لا يمكن. يعني جازما أقول ستكون هناك ردة شعبية وسنحمل السلاح ندافع عن عراقنا الجديد. اسمح لي أن أنتقل إلى سيد أشلوشي. سيد أشلوشي، يبدو واضحة من أن هناك علاقة وثيقة بين هذه التفجيرات التي حصلت هذه الأيام في العراق، وهي تفجيرات دامية، هي انعكاس واضح للخلافات والصراعات السياسية القائمة في العراق، وتحديدا الخلافات ما بين السيد الملكي من جهة والهاشم وانسحاب القائمة العراقية وأمور أخرى. برأيك إلى أي مدى يمكن اليوم في ظل هذا الوضع الأمني الغير مستقر يعني يمكن الحديث عن توافق داخل العملية السياسية في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام من بغداد ولندن. لا شك أن المرد الأول أو السبب الأول إلى هذه التفجيرات هو غياب الرؤية الموحدة لأحزاب العملية السياسية أو الكتل السياسية المشاركة بالعملية السياسية. والسبب الآخر الأهم هو الصراع السياسي على مكاسب سياسية وحزبية دون تحمل المسؤولية الوطنية والقانونية والشرعية. في غضون أو ما بين تلك النقطتين تأتي ممارسة الفاعلية السياسية لكل جهة من الجهات المشاركة بالعملية السياسية. يبدو الآن من إثارة موضوعة قضية الهاشمي وما إلى ذلك وانسحاب القائمة العراقية التي تؤشر وبامتياز عدم تحملها المسؤولية وعدم شعورها بالمسؤولية أزاء الوضع العراقي، وبذات الوقت تؤشر عدم أسفها على الدماء العراقية التي تراق في كل يوم. أقول هذه الأطراف السياسية المشاركة بالعملية السياسية ليست لديها فاعلية سياسية بمعنى المشروع أو الإنتاج الوطني لخدمة المواطن العراقي، فتذهب إلى أدوات الفاعلية السياسية بالضغط الأمني، وهو ملف واهن بدءا من تأسيسه على يد قوات الاحتلال الأمريكي وفيه من الخروقات. العمليات الأمنية التي جرت في العراق بسهولة جدا يمكن ربطها بالخلاف السياسي الموجود حاليا في العراق، أو أزمة ما يسمى بنائب رئيس الجمهورية الهاشمي. أولا، تبنت القاعدة، تنظيم القاعدة في العراق وما يسمى بدولة العراق الإسلامية، تفجيرات أول يوم خميس تبنيا رسميا. السيد المالكي أعلن عن تورط 4 ضباط كبار، ولاحظ الفرق أنه إذا كان هؤلاء 4 ضباط مرتبطين بالدولة الإسلامية أو غيرها. وزير الداخلية أو وزارة الداخلية تعلن أن المتورطين هم من تنظيم القاعدة. السيد الهاشمي يصرح أن المالكي هو المسؤول لأنه أثار أزمة سياسية، وكأنه هذه الأزمة السياسية وراء أو أن هذه الأحداث الأمنية جاءت جراء هذه الأزمة السياسية. التفجيرات جاءت جراء هذه الأحداث السياسية. بس دا اسمح لي بس أكمل الفكرة. يعني هناك فصيل آخر أيضا معروف يسمى أو اسمه جيش المجاهدين. هذا جيش المجاهدين أصلا ارتبط مع مجموعة اللي هو الجيش الإسلامي، حماس، جامع أو المقاومة الإسلامية وما يسمى، هذه المسميات المتعددة المنشطرة الكثيرة وكلها تصب في فودقة القاعدة في العراق. الحكومة العراقية لديها معلومات تفصيلية عن هذه الفصائل، سمت نفسها بالمجلس السياسي تحت مكور واحد، أحد هذه التشكيلات أو اثنان من هذه التشكيلات، والحكومة على علم والبرلمان العراقي على علم
بأن هذه التشكيلات تابعة إلى المسؤول الكذائي، واحد هؤلاء الموجود لربما السيد الهاشمي أحدهم، أنه كان مثلا الجيش الإسلامي أو حماس العراق مرتبطة به أو بالسيد رافع العيساوي، وصار توافق على أما على خروجهم من هؤلاء أو حد الأقل إعلانهم أنهم فصلوا عن هذه المجامع. الآن هذه المجامع في 6 كانون بعد انفجار الخميس أعلنوا مسؤوليتهم عن التفجيرات أو عن الصواريخ التي ألقيت على المنطقة الخضراء، ما يعني أن هذه المسميات العسكرية أو الميليشيات العسكرية المرتبطة بمسميات حكومية هي لا زالت تعمل في الشارع العراقي. وما موضوع إلقاء القبض على المجموعة أو اتهامات الموجهة إلى المجموعة المرتبطة بالسيد الهاشمي إلا جزء من هذه الحلقة؟ طيب اسمح لي طبعا سيد أشلوشي سأعود إلى هذه النقطة، ولكن لنستمع إلى وجهة نظر الدكتور طالب السراف من لندن. أرحب بك معي من جديد دكتور السراف. أزمة سياسية متفاقمة كما تعلم في العراق، رافقت هذه الأزمة أزمة أمنية أدت إلى عدة تفجيرات إرهابية. نحن برأيك أمام معادلة قديمة جديدة، عودة الاقتتال والعنف المذهبي والطائفي إلى العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك وعلى الأخوة المشتركين وعلى المستمعين أجمعين. بالنسبة حقيقة العودة إلى الوراء أو الأمام، نحن في العراق متى تقدمنا منذ الغزو الأمريكي 2003 إلى هذا اليوم ونحن على نفس الحالة؟ الإرهاب موجود في منذ سنة 2003 ولحد الآن، وكل من يهدد الآن بأنه حقيقة الآن أمامي أيضا كتابات يعني الغربيين في الصحف وكذا أنه يهددون بالرجوع، حتى وزير الدفاع الأمريكي يقول أنها الأمور سوف ترجع إلى مثل ما كانت. هو ده يعترف، وزير الدفاع الأمريكي يعترف بأنه أثناء الوجود الأمريكي وجود 170 ألف عسكري، بالإضافة إلى في ذلك الوقت أيضا أكثر من 140 من دول نسميهم بلاك ووتر الجواسيس، كلهم ولن يستطيعوا أن يوفروا الأمن في العراق. فنحن لن نشاهد أمن، نحن شاهدنا جسر الأئمة الذي استشهد فيه أكثر من 1000 شخص، نحن شاهدنا ما تفجيرات الشعلة، تفجيرات مدينة الصدر. نحن لن نرى يوما من الأيام أن هنالك سلام في بغداد أو العراق، والذين يهددون بحرب طائفية هم دجالون، سوف لا يصل العراق أكثر مما وصل فيه السابق، لا تكون هنالك حرب طائفية إطلاقا. ولذلك فما يحدث بالعراق هو استمرار للمؤامرة السعودية الصهيونية بالإضافة للأطراف التي تساعدها في داخل العراق. هذه المسألة أصبحت مكشوفة لدى الغربيين في كتاباتهم، يرون أن وراء كل هذه التفجيرات هي السعودية والحركة الوهابية، وقد تعرضوا إلى ذلك في كثير من كتاباتهم، حيث أشاروا إلى تصريحات الملك عبد الله وتركي الفيصل حينما قالوا نحن لا نبعث حتى سفيرا إلى العراق، سفيرا سعوديا إلى العراق، ما زال المالكي رئيس للوزراء. ما في أكثر من هذه الفظاعة. ولكن الذي يعتب عليه كيف أن الأخوة في شمال العراق يحاولون إيواء هؤلاء المجرمين، هؤلاء القتلة، ونحن نطرح هذا السؤال، إذا هم اليوم استطاعوا إيواء طارق الهاشمي وهو ضيف عندهم، فلو حدث في العكس، فلو حدث كما يقولون في الإنجليز فايس فيرسا، كما حدث لو حدث شيء في العكس وهو أن هنالك محاولة لاغتيال السيد البرزاني أو الطالبان أو أي شخصية، وهذا الذي يحاول الاغتيال ينهزم إلى بغداد، إلى السنترال، إلى الحكومة المركزية، إذا انهزم هل نحن نأوي هذا المجرم الذي يريد قتل الطالبان أو البرزان أو بعض الشخصيات؟ هذا سؤال نطالب الأخوة الأكراد إجابته. هذا السؤال برسم الأخوة الأكراد. ولذلك أنا أستبعد جدا أن تكون هنالك حرب طائفية. طيب هذا بعيد ولا يمكن. دكتور السراف، طبعا تحدثت عن نقطتين يعني هامتين، أريد أن أنتقل بهما إلى ضيفي إلى بغداد. سيد المطلب يعني تحدث وبشكل واضح عن مخطط إقليمي اليوم ومؤامرة
لإسقاط حكومة السيد المالكي والاستهداف هو السيد المالكي. برأيك المطلوب اليوم من وراء هذه التفجيرات هل إعادة خلط الأوراق الأمنية والسياسية في الساحة العراقية؟ يعني الواقع يتحدث على أن العراق لم يخرج من دائرة الخطر وأن المؤامرة الدولية على العراق لا زالت مستمرة. من جهة الولايات المتحدة عملت جاهدة على عدم إخراج العراق من طائلة الفصل السابع. الكويت من جهة تنفذ أجندة خليجية مرتبطة بالسعودية للضغط ماليا ومحاصرة العراق اقتصاديا وحتى خنق البصرة من خلال مينائها المشؤوم. بالإضافة إلى أن الدول العربية استعملت يعني مثلث غريب هنا، وظل أحد أضلع هذا المثلث هو دعم الإرهاب الدولي أو الإرهاب المدعوم دوليا، والمثلث الآخر هو المقاطعة السياسية. نرى أن سفارات الخليج وعلى رأسهم العربية السعودية ترفض أن ترسل سفيرا أو تفتتح سفارة في بغداد. والضلع الثالث هو الحرب الإعلامية المقامة على العراق. يعني نرى عشرات الفضائيات الطائفية النتنة التي تبث سمومها ضد آل البيت وضد الشيعة وضد وكأنما القضية هي شيعية سنية. وللأسف الشديد هناك من يصدق هذه الأقاويل الكاذبة ويأتي مجاهدا إلى العراق يستبيح الدم العراقي. فالمؤامرة الدولية لا زالت مستمرة من جانب الغرب ومن جهة أخرى من جانب الإقليم. هذه حقيقة واقعة. يعني كانت هناك محاولة جادة لتحويل أرض العراق إلى حرب بالوكالة تكون القتال بها على الأرض العراقية بين العربية السعودية وبين جوانب العالم الإسلامي من جهة أخرى، وتكون الحرب على الأرض العراقية وبجنود عراقيين. وفترة وجود الأمريكان هم نجحوا في ذلك. المشهد السياسي اليوم تغير في العراق. هناك حكومة مستقلة لها رأي مستقل في هذا الموضوع، وترى أن على النظام السياسي بالكامل تحمل مسؤوليته وأن يعمل على اجتثاث عوامل الإرهاب في العراق. يعني الجندي الإرهابي البسيط الذي يفجر نفسه أو ينقل العتاد أو يفعل كذا وكذا، هذا ليس بالمهم. المهم من يقف خلفه ومن يحرك هذه الجموع الإرهابية، هؤلاء المجرمين، لإنزال ضربات بالشعب العراقي. فاليوم العراق يتحدث عن تفعيل كافة أوامر إلقاء القبض على أي شخص عمل على استباحة الدم العراقي، ومن ضمنها الآن رأينا السيد طارق الهاشمي الذي الهارب حاليا في إقليم كردستان. طبعا هو الكرد لم يأووه، بالحقيقة هو ضيف، ووصلت أخيرا مذكرة إلقاء القبض عليه إلى حكومة أربيل، إلى السلطة القضائية في أربيل. والسلطة القضائية في أربيل تعمل على تفعيل هذه المذكرة وتسليمها إلى السلطة القضائية في الإقليم كردستان، ومن ثم على ضوء هذا يصدر الحكم بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى العراق. فلازلنا في هذه المرحلة الإدارية الآن في القضاء الكردستاني، وننتظر إجابة إيجابية من الإخوة الكرد. وأتمنى أن لا يستعمل الهاشمي كورقة ابتزاز كردية على الحكومة المركزية في بغداد. طيب سيد أشلوش، يعني قبل أن أنتقل إلى فاصل، برأيك هل تنتهي المشكلة مع تسليم القضاء الكردستاني للهاشمي إلى القضاء المركزي في العراق؟ هل هنا المشكلة أم الصراع هو ليس صراعا داخليا بل صراعا إقليميا ودوليا بامتياز على العراق؟ بالتأكيد هنالك مجموعة عوامل متداخلة، منها الإقليمية أو منها الدولية والإقليمية زائدا الوطنية، ولكن نحن الآن في دائرة أمن، والأمن وخاصة الأمن الداخلي أسبابه لدى كل خبراء الأمن. 70% من أسباب الأمن الداخلي لأي بلد هي عناصر داخلية. واليوم كل المتابعين إلى الموضوع الأمن العراقي يجدون أن الأمن في العراق هو أمن سياسي،
وليس أمن متحرك من منظومات أو منظمات أجنبية فقط. أقول هذه عندما نصل إلى هذه المعادلة ما يعني أن هنالك جهات سياسية عراقية مشتركة بالعملية السياسية وأساسية بالعملية السياسية تتلقى أوامرها من الخارج وتنفذ أجندات خارجية، وبالتالي ليس المهم أن تأتي هذه الدولة بكلها وكليلها بقدمها أو بعينها أو ما إلى ذلك، ما زالت هنالك أدوات كبيرة تنفذ أجندات كاملة. اليوم هؤلاء الذين يضربون الحفاة على طريق كربلاء، هؤلاء حققوا انتصار القرن بالنسبة للوطن العربي، لم يحقق العرب وجميعهم بقضهم وقضيضهم على مدى قرن بعد الجلاء الاستعمار ما قبل الحرب العالمية الثانية إلى اليوم لم يحقق العرب انتصارا كالذي تحقق في العراق، وهذا الانتصار تحقق بهؤلاء الحفاة، فهؤلاء الحفاة عليهم أن يدفعوا ثمن انتصار تاريخي يؤشر كبير، ولكن أيضا المسؤولية الكبرى في حماية هؤلاء تقع على الحكومة العراقية، لأنهم انتخبوا هذه الحكومة وانتخبوا هذا البرلمان ووضعوا ثقتهم بهؤلاء، فعلى هؤلاء أن يكونوا بحجم هذه المسؤولية والدفاع عن هؤلاء وعدم الرضوخ إلى الابتزاز السياسي أو الصفقات السياسية. نعم الآن الأكراد إذا توافقوا على حل موضوعة الهاشم وهم قالوا ذلك أنها تحل قضائيا أو جنائيا وجاء الهاشمي إلى بغداد، أعتقد على أقل تقدير تقترب رؤى السياسيين إلى حل المشكلات السياسية أكثر منه إلى التباعد. أما إذا أصرت كردستان أن تحمي السيد الهاشمي وبعده، هل يمكن أن تتحول ورقة الهاشمي إلى ورقة ابتزاز كما قال السيد المطالبي؟ بالنسبة للأخوة الأكراد يعني موضوع الاستثمار السياسي في كل القضايا بالنسبة لهم مفتوح، وللأسف الشديد لا يفرقون ما بين هو دم ومتعلق بدماء العراقيين وما هو مصلحة الحزب سين والحزب صاد بالعملية السياسية، إنما المهم تحقيق مزيد من المكاسب، وهذه المعادلة يعني يجب أن نتقف أمامها أعضاء أو أطراف العملية السياسية بالعراق، أنه حتى لجوء السيد الهاشمي لجوء العراقية إلى موضوعات الشمال وسحب القضاء بأكمله قضاء الدولة المركزية الفيدرالية من بغداد إلى هذه رمزيات، السيد العلاوي يريد المؤتمر الوطني بالسليمانية، لماذا بالسليمانية؟ ما الذي حدابك بيتك بالمنطقة الخضراء وأعضاء القائمة العراقية كلهم في بغداد؟ السيد الهاشمي يريد نقل قضية القضاء إلى السليمانية، ما هذه الرمزية؟ يريد المطلوب إفراغ بغداد من محتوى كمركز أو عاصمة لدولة تمتلك سيادتها أكثر من أي دولة من دول المنطقة. أنا هنا لا أشير إلى أعتذر عن المقاطعة، اسمح لي أن ننتقل إلى فصل ونعود مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى هذه الحلقة من ساحة الضوء. إذن العراق بين الإرهاب وتسييس الأمن، أعود وأذكر وأرحب بضيوف هذه الحلقة من بغداد السيد سعد المطالبي عضو ائتلاف دولة القانون، من لندن الدكتور طالب السراف أكاديمي وباحث عراقي، ومن بيروت السيد حسين عشلوش إعلامي ومحلل سياسي. دكتور السراف، يعني تحدثت قبل الانتقال إلى الفاصل وقلت بأن هناك مخطط إقليمي دولي، وتحدثت عما قاله وزير الدفاع الأمريكي أخيرا. السؤال الذي يطرح، يعني الأمريكي خرج آخر جندي للاحتلال الأمريكي، ولكن هل خرج الاحتلال فعليا في ظل وجود أدواته وعملائه وتحديدا استخباراته CIA؟ لا، في الحقيقة أعتقد في يوم 9، يعني 9 بهالشهر، يعني قبل يوم أو يومين، نعم، كانت هنالك مقالة في CBS، وهذه المقالة عنوانها الحقيقة موجودة معي في اللغة الإنجليزية، نعم، ولكن عنوانها موجود: لماذا المأزق العراقي يعرض مصالح أمريكا للخطر. وفي هذه المقالة الحقيقة تتناول أنه على سبيل المثال، الجواب على سؤالك،
أن هنالك سفارة أمريكية هي مساحتها أكبر حتى من الفاتيكان في إيطاليا. فالاستعمار والاحتلال لا 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 يزال يعني ظلاله موجود في العراق. أما بالنسبة إلى العملاء فنحن نعرف حينما أيضا نرجع إلى ما كتبناه أو إلى ما قرأناه في صحفهم يعني هم الأوروبية والأمريكية. ملك عبد الله أعطى إلى على سبيل المثال هاي واحدة من الصفقات إلى أياد علاوي 300 مليون دولار. ولذلك فهذه المجاميع التي تستلم الأموال مثل ما نراها اليوم في سوريا، في سوريا كيف هذه الآن موجودة هذه الحركة الظالمة التي تحاول إسقاط دولة الممانعة. نفس المصادر التي أحدثت التفجيرات والقتل والإجرام في العراق هي نفسها الآن تلعب دورها في سوريا، وهي واضحة للعيان لكل من يراقب الحدث، سواء كان في الجزائر، سواء كان في مصر، سواء كان في تونس. الآن كل هذه الحركات وكلها اللي تسمى بثورات الربيع، بدأ أبناء هذه الثورات تتولد لديهم ردود فعل قوية اتجاه هذه الحركات وتدخل قطر والسعودية والأمريكان والناتو. أصبحت مع الأسف أنه تلقي هذه الثورات بظلال غير واضحة إلى المجتمعات التي حدثت فيها تلك الحركات. ولذلك نعود ونقول أن المال السعودي، مال الإمارات والتدخل، أنا أسميه المثلث الموت، وهذا من أكثر من سنتين مثلث الموت، هذا هو السعودية وإسرائيل والمخابرات الأمريكية. هذه لا تزال تعمل في العراق، ومع الأسف عندنا نرى، أنا اليوم جدا متأثر ومتألم في بشكل كبير مما يحدث من قبل إخواننا في شمال العراق. يعني أولا إيواءهم إلى هذا المجرم، ثانيا أنه ظهورهم كلهم في المؤتمر، لأن هنالك نائب عراقي انتقد السيد الطالباني. أنا أذكر، أنا التقيت مع السيد الطالباني عدة مرات، ولكن أريد أذكر هذه الحادثة. حينما التجأ السيد الطالباني إلى إيران سنة 1996، وكان هنالك حلف بين الحكومة العراقية والسيد البرزاني. هذه الحالة هنالك عداء بين الجمهورية الإسلامية وبين الصداميين المجرمين. يمكن أن تكون مثل هذه الحالة، ولكننا اليوم حكومة مركزية موجودة وفدرالية، وقوانين الفدرالية التشريعية والتنفيذية والدستورية كلها تتبع إلى المركز. هناك استثناءات للحكومات المحلية، أما اليوم حكومة المركز تطالب بمجرم 14 شاهد موجود من جماعة علي، ولا يرضون يقولون هذا ضيفنا. هل أصبحت شمال العراق مركز لإيواء المجرمين والفاسدين والإرهابيين؟ إذا كان هكذا لماذا نشاركهم بنفط أبناء البصرة؟ لماذا نشاركهم بثورة أبناء البصرة؟ هذه الأبنية التي تشاهدونها في شمال العراق في 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 أربيل وفي سليمان كلها من نفط أبناء البصرة من الجنوب. إذا أرادوا هكذا فليبقوا في جبالهم وفي أراضيهم، وكل يأخذ إقليمه ولا يوجد سوى هذا الحل. نحن نطالب بالقانون، نطالب بالدستور، نطالب بحكومة الأغلبية. هذا الكلام يمهد لسؤال آخر طبعا سأعود إليك سيد المطلبي. اليوم حكومة السيد المالكي مستهدفة من وراء هذه التفجيرات وغير التفجيرات، مواقف السيد المالكي أيضا حيال ما يجري في المنطقة وتحديدا لما يجري في سوريا أيضا مستهدفة، بالتالي كيف سيتعاطى السيد المالكي مع هذه الرسائل السياسية والأمنية، خصوصا وأن هناك محاولات أيضا من جهة أخرى للقول بأن الأجهزة الأمنية العراقية اليوم غير قادرة لضبط الأمن والاستقرار في العراق؟ بس نقطة أريد أوضحها. الاحتلال الأمريكي خرج من العراق، يجب أن لا نعطي مبررا لمن يريد أن يأتي وينتحر في العراق ويقتل عراقيين بحجة أن هناك احتلالا أمريكيا متبقيا. لا يوجد احتلال، لديهم سفارة، عدد المنتسبين بالسفارة تحدده الحكومة العراقية، لأنهم بحاجة إلى فيزا الآن لدخول العراق.
وقررت الحكومة العراقية أن لا يكون العدد أكثر من 1500 إلى 2000 كما هو موجود في مصر، كما هو موجود في باكستان، وكما هو موجود في العربية السعودية. فلا يوجد احتلال، وكل من يأتي ويقاتل على أرض العراق هو مخرب إرهابي يستحق أن يعامل كإرهابي وكمجرم. ننتقل للنقطة الأخرى وهي الموضوع السياسي. السيد المالكي اليوم يحظى بدعم الشعب العراقي على اعتبار أن المواطن العراقي يريد إحقاق الحق من جهة، ويريد كشف من هو المجرم الذي يستهدفه ومن الذي استباح هذا الدم. فهناك موقف جماهيري واسع جدا مع السيد المالكي، مع موضوع كشف الحقائق، ومع موضوع العودة إلى الدستور، لأن العودة إلى الدستور بعيدا عن التوافقات السياسية التي أنتجت لنا حكومة محاصصة ضعيفة، حكومة الوحدة الوطنية الأولى التي كانت ضعيفة وشابتها الكثير من المشاكل، وأنتجت لنا أيضا هذه التوافقية حكومة شراكة وطنية حقيقة بعيدة جدا عن مفهوم الشراكة، وإنما هي حكومة تخريب وطنية. الوزير التابع إلى كتلته السياسية ولا يخدم المواطن العراقي، هذا الوزير من الأفضل أن يروح يذهب إلى بيته. والبرلماني الذي يعمل على تخريب العملية البرلمانية ولا يريد أن يشرع القوانين التي تخدم بالنتيجة المواطن العراقي، ويفضل أن يبقى في عمان أو في بيروت، فمن الأفضل له أن يبقى في عمان وبيروت وأن لا يأتي إلى العراق. القضية السياسية لأن هناك شهية عراقية لأن يستمر السيد المالكي في كشفه لهذه الملفات، وأن نكون لمرة حاسمين في هذه القضية، وأن تحسم هذه الملفات مرة وللنهاية. هناك تخوف طبعا من بعض الجهات السياسية التي هي مشاركة في الحكومة، رجل في الحكومة ورجل في الإرهاب. وهناك قرار اتخذ من التحالف الوطني ودورة القانون على الخصوص والتحالف الوطني بالكامل على أن لا يسمحوا لهذه الكتل بأن تكون مشاركة في البرلمان من جهة، ومشاركة مع الإرهاب من جهة أخرى. لذلك الآن الجو العام هو يتجه نحو محاولة أخيرة لإنقاذ حكومة الشراكة الوطنية. إذا لم تنقذ فهناك الاحتمال المعروف والاحتمال الممكن جدا، وهو التوجه نحو حكومة أغلبية سياسية، وليذهب الجانب الآخر إلى المعارضة أو ليذهب أينما شاء. هناك مجموعة كبيرة من الأخوة في القائمة العراقية انشقوا عنها وأعلنوا وبشكل مباشر للحكومة العراقية بأنهم على استعداد أن يكونوا بديلا عن القائمة العراقية ويشاركون في حكومة أغلبية سياسية، ويسمحوا ويعطوا مجالا أو مساحة واسعة للسيد المالكي لاختيار وزرائه ومحاسبتهم، وأن يكون هو محاسب في نهاية الفترة الانتخابية. هذا الجو العام موجود حاليا، وننتظر لكن نتائج المؤتمر الوطني الذي يحاول إنقاذ حكومة الشراكة الوطنية. طيب سيد أشلوشي، برأيك هل المؤتمر الوطني سينجح في إنقاذ حكومة الشراكة الوطنية، أم سنذهب وتنهار هذه الحكومة إلى احتمالات أخرى، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية؟ وبالتالي هل سيسمح الوضع الداخلي السياسي والخارجي بتشكيل هذه الحكومة؟ نعم، حكومة الأغلبية السياسية يعتبر حلا ناجعا لقضية لموضوعات العراق، للخلاص من هشاشة الحكومة المستقبلية على اعتبار أنها قائمة على المحاصصة، وهذه المحاصصة ليست على مستوى الوزارات أو البرلمان أو ما إلى ذلك، إنما صارت تتخطى ذلك إلى مستويات الإدارة الوسطى والإدارة التنفيذية، وهذا عيب كبير. أكو موضوع مهم جدا، السيد النائب المطلبي تحدث عن انتهاء الاحتلال بالعراق وذهب إلى غيره. نعم، الاحتلال العسكري الأمريكي انتهى، ولكن آثار هذا الاحتلال بالتأكيد ستبقى وستطول، وتحتاج إلى معالجات، وتحتاج
إلى المباشرة بالمعالجات. أولى وأسهل هذه الأشياء الآثار أن الساسة الموجودين سيما في شراكة السيد المطلبة بالعملية السياسية وأقصد القائمة العراقية ومن مثلها إلى الآن يحن ويئن على رجوع الأمريكان أو بقاء الأمريكان مهيمنين على القرار العراقي والسلوك السياسي العراقي ويريدون الرعاية الأمريكية. ولكن هذا الموضوع يجب أن يأتي بقطع من طرفين، الطرف الأول الحكومة العراقية والبرلمان العراقي يقول لا لا لتدخل الولايات المتحدة في حل الأزمة العراقية لهذا الموضوع. وأيضا السياسيين والولايات المتحدة يجب أن تفهم من يتبع لها أو من تعتبره ذراعها في العراق أننا لا نتدخل في بناء الحكومة والدولة العراقية. هذا الموضوع ممكن أن تحققه الأغلبية السياسية عندما تقف بوجه هذه الطلبات ومثلها التي تضعف العراق وإلى الأبد. أما أن ينتفض العراق ويظهر قوته بهذه الأغلبية السياسية أو حتى بهذا التوافق الهش إذا ما انتقل به إلى أن يكون على مستوى تكتل سياسي متجانس موحد الرؤى، وعلى أن لا نكون فكم بهذه الطريقة، أحدهم يلجأ إلى الطائفية وآخر القومية وآخر إلى من، ويترك موضوعه الأساسي دولة ووطن وما إلى ذلك وشعب يدمر ويقتل. هذا الموضوع أقول ممكن أن تحل بالأغلبية السياسية وليس صعبا على أن تحل بهذه الكيفية. وأيضا أنا ممكن أنه السيد المطلب لديه معلومات أكثر أن الشركاء بالعملية السياسية ليسوا بمستوى هذا الاستفزاز أو الابتزاز، إنهم سيرضخون حتما ولا يذهبون إلى أغلبية سياسية، يريدون البقاء لأنه ما يحصلون عليه الآن من هذه الشراكة لا يمكنهم أن يحصلوا عليه في وضع آخر، ولذلك ما بيديهم كثير وكثير جدا، وأعتقد أنهم لا يضحون مما في يديهم. طيب دكتور الصراف، يعني برأيك أشرت إلى أن الاحتلال الأمريكي لم يخرج وما زال لديه أدوات وعملاء، يعني هل هو خرج من البوابة العراقية ودخل من النافذة؟ وإلى أي مدى برأيك السيد المالكي اليوم سيستطيع إدارة العملية السياسية المعقدة في ظل هذه الأزمة والخروج منها إلى بر الأمل كما يقال؟ لا، أنا تحدثت الأخ السيد المطلبي يجوز يعني فاتت كلمتي، انه قلت ان هنالك ظلال للاحتلال. نعم. لن اقول ان العراق لا يزال محتلا. هذه ارجو ان ينتبه لها السيد المطلبي. ثم سؤالك بالنسبه للسيد المطلبي، هل ان القوات العراقيه ليست لها الكفاءه في اداره الامور؟ الجواب قبل امس كان من وزير الدفاع الامريكي هذه القوات التي بقيت في العراق ما يقارب 9 سنوات. لا دكتور أسراف، أنا لم أقل بأن القوات العراقية وأجهزات الأمن العراقية ليس لديها الكفاءة، قلت بأن هذه التفجيرات سؤال إظهار بأن القوات أو الأجهزة الأمن العراقية غير قادرة. أحسنتي. وهذه طبعا إشارة إلى سيد المالك وليست نعم. أحسنتي. فالجواب يأتيك الجواب من وزير دفاع الأمريكي الذي قال بهذا الحرف نصا، القوات العراقية لها الكفاءة في إدارة أمور داخلية للعراق. هذا وزير الدفاع ليون بنيتا، هذا نفسه هو اللي وزير دفاعهم، يعني هذا عنده مخابرات وعنده معلومات كاملة، يقول أن القوات العراقية لها الكفاءة الكاملة، فما في هنالك أي إشكال، لأنه السيد المطلبي ما أجاب على هالسؤال فإحنا نجاوبك عليه. أما بالنسبة إلى هذه المجاميع الحقيقة التي الآن تخرب العراق، أعطيك مثل بسيط. أنا هذه استنسخت عنوان مع الكتاب اسمه سبايز، جواسيس. The secret agent who changed the course of history. الجواسيس الذين غيروا الاتجاه التاريخي. ذول اثنين مثلا، هو جايب عدة جواسيس بس اثنين في الشرق الأوسط، واحد في مصر والثاني في سوريا. هذا وولف جانج لوتز، هذا أنهى للجيش مع الأسف للجيش المصري. حينما قامت الطائرات الصهيونية
في قصف في سنة 1967 أنهتها للقوات القوات الطيران المصرية. وكذلك الحال بالنسبة إلى سوريا، فهنالك الياهو كوهين أيضا ها جاسوسين، واحد في مصر وواحد موجود في سوريا، حطموا القوات الجوية والقوات العسكرية في ذلك الوقت، وكل احنا نعرف حرب الستة والسبعة أيام التي مع الأسف انكسر فيها الجيش المصري والجيش. نحن الآن في العراق لدينا الآلاف من هؤلاء الجواسيس، هؤلاء يعملون في القائمة العراقية وغيرها. وقد صرح في ذلك السيد محمود عثمان وكذلك جلال الدين الصغير، أنا أنقل عنهم على التلفزيون، ما أقول هنا وهنالك، أنا أشاهد الصورة والصوت، كلهم قالوا أن هنالك جواسيس من الموساد من شمال العراق إلى جنوبه. هؤلاء من هم؟ هؤلاء الذين عملوا مع صدام حسين، الذين يشككون في قدرة الجيش العراقي، الذين يتقاضون أموالا من السعودية، هؤلاء الذين يقتلون، من هو الذي يقتل زوار الإمام الحسين عليه السلام؟ هذا بطل الشهداء، ياه الذي يتعدى على زواره هؤلاء. إذا كانوا يدعون في العروبة فهؤلاء الذين يقتلونهم أبناء خزاعة وأبناء تميم وأبناء كعب، كلهم عروبتهم أقدم من عروبة المنطقة الغربية بدون استفهام، بدون أي سؤال. هؤلاء هم خزاعة قبل الإسلام، خزاعة هي كانت ملتزمة بمفاتيح الكعبة، وهؤلاء اليوم هم يقتلون في كربلاء ويقتلون في طريقهم إلى زيارة الحسين. ماذا عملوا هؤلاء الأبرياء؟ ما لديهم إلا سوى أن يروحوا إلى ابن بنت رسول الله، إلى ابن علي، ليواسونه بتلك الجريمة التي قام بها يزيد وأتباعه إلى هذا اليوم من الوهابيين. فالإرهاب مصدره الحقيقة الصهيونية والسعودية والمخابرات الأمريكا، ومع الأسف هنالك من أبناء الشعب العراقي الضعفاء الجهال الذين باعوا ضمائرهم بالمال البترولي. طيب أقف عند هذه النقطة دكتور أصراف. سيد المطالبي، يعني الدكتور أصراف شرح أكثر وفصل أكثر، هؤلاء يعني الذين هم اليوم داخل العملية السياسية داخل البرلمان، كما قلت رجلهم مع الإرهاب ورجل أخرى أيضا داخل الحكومة وداخل البرلمان، بالتالي كيف سيتعاطى السيد المالكي معهم من جديد إذا أردنا أن نتحدث عن حكومة جديدة بأغلبية سياسية إذا لم ينجح المؤتمر الوطني في إنقاذ حكومة الشراكة الوطنية؟ لا، الإجراءات بالتأكيد ستكون قضائية. يعني الملف القضائي الآن منفصل عن الملف السياسي. كل ملف قضائي يتعلق بشخص متهم بالإرهاب أو متهم بمساندة الإرهاب سينتقل هذا الملف إلى القضاء العراقي، ويأخذ القضاء العراقي دوره كان من يكن هذا الشخص. كل شخص هو لا توجد حصانة أمام الدم العراقي، ومن استباح الدم فيدفع ثمن ذلك. فهؤلاء الذين هم متهمون أما بالعمالة إلى الخارج كما أشار الدكتور صرف وهو صحيح، هناك يعني الدكتور علاوي صرح أنه كان يتعامل مع 28 جهاز مخابرات دولي. يعني ما أعرف كيف الإنسان يورط نفسه في هكذا تصريح. وكثير ولا يستحي يقولها ولا يستحي العراقية، يعني هم تابعين لأجندات عربية واضحة. يعني شوف أين مكاتبهم، مكاتبهم ليست في بغداد، وكأنهم لا علاقة لهم بالعراق وهم نواب على الشعب العراقي المفروض. فهؤلاء القضاء هو الذي يأخذ دوره في هذه القضية. سياسيا السيد المالكي لا عليه إلا أن يحشد الجهد البرلماني كي يصل إلى نصف زائد واحد داخل البرلمان، كي يتمكن من الاستمرار في هذه العملية والاستمرار في خلق حكومة متوازنة، حكومة داعمة
أو برلمان داعم للحكومة العراقية. المشكلة أن في اليوم البارحة في البرلمان، أو بالأصح أول البارحة بالبرلمان، عندما أرادوا مناقشة الميزانية أصرت جزء من الكتلة الكردستانية، أصروا على أن لا تناقش الميزانية والتي هي ضرورية جدا بغياب القائمة العراقية. نعم. وكأنما هناك أحلاف وهناك ضغوط تمارسها الكتلة الكردستانية الآن. طبعا الكتلة الكردستانية مقسومة إلى قسمين والأقسام واضحة الآن. هناك جانب يميل إلى الإبقاء على روح الشراكة الوطنية في العراق، والإبقاء على التوافقات السياسية وتقاسم الغنائم في العراق، وهناك جانب آخر من الكتلة الكردستانية يفهم ضرورة أن ينتقل العراق من هذه المرحلة الكئيبة إلى مرحلة يمكن فيها بناء العراق ومجابهة هؤلاء الذين يتاجرون بالمصطلحات السياسية ويتاجرون بالشعارات الكبرى، والذين هم أصحاب مشروع المشاركة الوطنية. فهناك انتقالة، هناك طرق جديدة، ننتظر ما ينتج المؤتمر. نعم. وبعد ذلك لكل حادث حديث. طيب سيد أشلوشي، تحدث السيد مطالبي عن نقطة مهمة، قال بأن القضاء سيكون في المرحلة القادمة له دور كبير في وضع النقاط على الحروف، ولكن في ظل هذه الانقسامات بين الكتل والانقسام بين الكتل السياسية، برأيك هل يمكن أن يفشل القضاء في تحقيق ما يجب تحقيقه في وضع النقاط على الحروف؟ نعم، القضاء قادر على أن يحقق معظم الأشياء، ولكن هذا القضاء هو يحتاج إلى أدوات وليست جهة تنفيذية، وبالتالي تصدر الأوامر القضائية والقرارات القضائية والتنفيذ يقع على الحكومة، وبالتالي من هو فاعل يجب أن يكون الحكومة، من هو قوي يجب أن يكون الحكومة. القضاء ممكن أن يكون قويا بقراراته، أما التنفيذ فيقع على الحكومة، وهذه الحكومة موزعة عبر في أدائها عبر وزارات متخصصة. اليوم والحديث دار عن موضوعة الملف الخارجي أو تدخل الملف الخارجي في الأمن العراقي، وهذا آثاره وأدواته وجهاته والدول وما إلى ذلك، كل هذه الأشياء. أنا على يقين أن الحكومة العراقية تمتلك ما تمتلك من الأسرار والملفات الخارجية، ولكن إلى اليوم لا توجد فاعلية لوزارة الخارجية العراقية. وأبسط مثل على ذلك مثلا مع الدولة الصغيرة الجارة الكويت، هناك مقاطعة دبلوماسية يعني مقصودة للعراق. بالعكس، الكويت بيننا وبينهم علاقة وسفارة ولديهم سفير في العراق، ونحن كذلك عن بعض الدول الأخرى، بعض الدول وإن رفضت. هذه الدول الآن مرعوبة من العراق، هذا واضح. يعني قد السياسة العراقي قد يعذر هؤلاء، لأن هؤلاء الآن هم في صحراء، هم أساسا دول في صحراء، والآن يشعرون هم في صحراء أزاء دولة العراق. دولة العراق دولة كبيرة، حضارية، تاريخية، نفطية، زراعية، سياحية، إلى ما لا، دولة كبيرة. هم يسمونه الآن بالأدبيات الغربية وحتى العربية يسمى المارد العراقي، من حقهم أن يخشوا هذا المارد. الآن هم يحتاجون إلى تطمينات سياسية، وهذا متعلق حقيقة وواجب وزارة الخارجية العراقية لربما أكثر من غيرها، ولكن عليها أن تكون فاعلة في ملفاتها، في ملفاتها مع الكويت التي تتمزق بالولايات المتحدة وتختلق المشاكل ليستمر العراق تحت طائلة الفصل السابع، والأخرى السعودية تريد العراق أن يحدد سياسة الخارجية من هؤلاء. العراق لا يمكن أن يكون تابع إلى واحدة من هذه الدول ولا لأي دولة أخرى، ولكن ممكن أن يكون متفاعل وعلاقات طيبة اقتصادية سياسية شتى أنواع العلاقات، إلا أن يكون تابعا. وبعد الضغط الأمريكي وخلاص العراق حد الأقل من الهيمنة العسكرية والضغط الأمريكي على القرار العراقي، لا يمكن أن يكون العراق بهذه البساطة تابع إلى دولة أخرى. شكرا وأعتذر على المقاطعة من بيروت السيد حسين أشلوشي أعلم ومحلل سياسي. انتهى وقت الحلقة، شكرا جزيلا لك. من بغداد أشكر السيد سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون، ومن لندن أشكر جزيل الشكر الدكتور طالب أسراف أكاديمي وباحث عراقي. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.